حلو جدا. خلينا بقى نروح مع حضراتكم لملف في غايه الاهميه، اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت، لكن اعتقد دلوقتي احنا بنتكلم عنه بمنطق شويه ممكن يكون مختلف، لان احنا بقينا الطرف اساسي. احنا الاول بنقول لو حصل وتاهلنا في النهائي مع الوداد المغربي الوضع هيبقى عامل ازاي؟ اتس انفير، انا من حق النادي الاهلي ان انا ادور على حقي. انا دلوقتي بتكلم خلاص بلغه ثانيه، علشان كده النهارده هيكون في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، هو اجتماع طارئ برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم، عشان يناقشوا وعلشان يتابعوا هنا كافه الامور المتعلقه بازمه المباراه النهائيه لدوري الابطال، طبعا بعد القرار غير العادل اللي صدر متاخرا من الاتحاد الافريقي لكره القدم باسناد تنظيم المباراه النهائيه لملعب يعني بعينه للعام الثاني. بتتكلم على التوالي، دي مش اول سنه بالمناسبه. منح فكره هنا برضو احد طرفي المباراه النهائيه فرصه اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الاخر، وحضراتكم اكيد عارفين قد ايه ده بيبقى ادنج فاليو زي ما بيتقال، بيبقى الى حد ما برضو في اريحيه، في طمانينه، في دفعه كبيره جدا. جماهير اي نادي بتبقى بتفرق بشكل كبير جدا، جماهير اي نادي ربما هي اللي بتخليك في الاول وفي الاخر بالروح المعنويه والتشجيع اللي بتديهولك تكسب مباراه، فقد ايه العامل ده بيكون عامل اساسي. علشان كده احنا بنتكلم، هيستعرض المجلس في اجتماعه كافه الخطوات الاداريه والقانونيه اللي تم اتخاذها خلال الايام القليله الماضيه، وكمان هيقوم باتخاذ القرارات اللي بتحفظ حقوق النادي ادبيا وفنيا. بس في نقطه قبل ما نخلص كلامنا في الخبر ده، البعض طلع وقال لك يا كريم، طلع قال لك هو الاهلي خايف ان هو يلعب على ملعب حد تاني. لا بص، لما تيجي تقول حاجه الواحد لازم يتكلم بلغه يبقى فاهم هو بيقول ايه. لما تيجي تتهم حد بحاجه اعرف تاريخه عامل ازاي، اعرف الباك جراوند بتاعه ازاي، اعرف البطولات اللي خدها قبل كده كانت على ارضه ولا على ارض الغير. النادي الاهلي ما بيخافش، النادي الاهلي لما بيدافع عن حقه، اصل حتى لو مش هتكلم عن النادي الاهلي، انت كشخص لما تيجي تدافع عن حقك، لما تيجي تتمسك بحقك، ده مش معناه ان انت في موقف ضعيف، ده مش معناه ان التاني بيديلك اصابع اتهام وانت مجبر ان انت تبرر ابدا. انا لما باجي ادافع عن نفسي او لما باجي ادافع عن حقي ده لان انا ليا حق من حقي ان انا احفظه، احتراما للنادي، احتراما لجماهير النادي، احتراما لتاريخ النادي، احتراما لحاجات كتيره جدا. فده من حق النادي الاهلي ان هو يعمله، واحنا كلنا اكيد بنسانده. على فكره انا ما بتكلمش برضو عن الاهلاويه بس اللي بيساندوا النادي الاهلي في هذا القرار، تاني النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي بيمثل مصر في هذه البطوله، فده موضوع ملوش علاقه فقط بالنادي الاهلي. فنقطه مهمه جدا، الكلام اللي بهذا الشكل اعتقد ملوش اي لازمه تماما. النادي الاهلي ما بيخافش من حد، وريني مباراه او بطوله النادي الاهلي خاف فيها. ده على العكس، النادي الاهلي بيحقق البطولات على ارض الغير. فخلينا بس لما نقول حاجه بعد اذنكم نبقى قدها او نبقى فاهمين هي ايه بس، صح ولا غلط؟ الاسهل صح طبعا، والاسهل والاسرع من الكلام ده كله فعلا نرجع لكتب التاريخ. كتب التاريخ بتقول ايه؟ النادي الاهلي كان بيبقى وضعه ايه لما بيلعب اي فريق عموما على أرضية أي ملعب عموما في أي دولة أيا كانت إيه هي. وبعدين دي زاوية، في زاوية تانية لما بنقول إن النادي الأهلي زي ما هو مقترن بيه دايما يعني إيه أمور بعينها زي التطوير، هو كمان نادي مبادئ. فلما بيدافع هو هنا في المقام الأول بيدافع عن مبدأ، والمبدأ ده بيخص الكل، يعني الفايدة اللي فيه عامة، لأن إحنا تاني بنتكلم على الدفاع عن مبدأ وعن قيمة مهمة جدا اسمها العدالة واسمها المنطق واسمها مبدأ تكافؤ الفرص. ففي الحالة دي الحقيقة المبدأ النادي الأهلي مش بيدافع مجرد بس عن حق من حقوقه، هو كمان بيدافع عن مبدأ عام جدا يخص الكل.